ترأس غبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبة والجزيل الاحترام عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس مؤسسي الكرسي الأنطاكي في الكاتدرائية المريمية دمشق. شاركه في الخدمة السادة المطارنة أعضاء المجمع المقدس الياس أبرشية صيدا وصور وتوابعهما، داماسكينوس أبرشية ساو باولو وسائر البرازيل، سابا أبرشية حوران وجبل العرب، جورج أبرشية حمص وتوابعها، سلوان جبيل والبترون وما يليهما، أفرام أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما، إغناطيوس أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية، غطاس أبرشية بغداد والكويت وتوابعهما، سلوان أبرشية الجزر البريطانية وإيرلندا، أنطونيوس أبرشية زحل وبعلبك وتوابعهما، نؤولا أبرشية حما وتوابعها، أثناسيوس أبرشية اللاذقية وتوابعها، والسادة الساقفة موسى الخوري، لو الخوري، إليا طعمي، أفرام معلولي، غريغوريوس خوري، يوحنا بطش، تيودور غندور، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الأجلاء بحضور رهبان وراهبات وفعاليات وحشد شعبي كبير من المؤمنين جميعهم وافد من سائر أبرشيات الكرسي الأنطاكي لبنان سوريا بلدان الانتشار مختلف رعايا دمشق. بعد الإنجيل المقدس ألقى صاحب السيادة المتروبوليت أنطونيوس الصوري عظة تناول فيها معاني العيد ومما جاء فيها. القداسة أيها الأحباء التي وهبنا إياها الرب يسوع المسيح بنعمة روحه القدوس نقلها إلينا من خلال السلطان الذي أعطاه للرسل القديسين وعلى رأسهم هامتي رسل بطرس وبولس مؤسسي هذا الكرسي الأنطاكي المقدس. نحن سلالتهم كلنا، ولذلك نحن نحمل إيمانهم، نحفظ هذا الإيمان دون زيغ، نحفظه دون انحراف، نشهد له في حياتنا في يومياتنا، وحين يستدعي الأمر شهادة الدم أيضا نشهد له، لأننا نؤمن أننا بالمسيح نحيا ونوجد ونتحرك. الحياة مع المسيح أيها الأحباء هي حياة في الفرح، ولكن الفرح يأتي ثمرة للتواضع وانسكاب روح الرب علينا بالتوبة، كون أننا نخطئ نحن البشر. بولس الرسول الذي بشر المسكونة بأجمعها قال عن ذاته: أنا أول الخطأ. فإذا كان هذا الرسول الذي طاف أصقاع الأرض وأسس الكنائس وتحمل الاضطهاد ووصل إلى حافة الموت لأجل الإيمان يقول عن ذاته أنه أول الخطأ، فما عسانا نقول نحن عن ذواتنا؟ إن البر يأتي أيها الأحباء بطاعة الكلمة الإلهية كما علمنا بطرس وبولس وكما علمنا الآباء القديسون. بثقتنا بالذي غلب الموت نؤمن ونرجو ونتيقن أننا نغلب منذ الآن، نغلب صعوبات الحياة، نغلب التجارب، نغلب الخوف من الموت، لأن محبة الله التي انسكبت فينا بروحه القدوس في ابنه الوحيد ببشارة الرسل وخاصة بطرس وبولس اللذين بشرا المسكونة كلها، هذه النعمة سكنت فينا والحياة سكنت فينا والموت قد أبيد منذ الآن. لا نخافن موت الجسد لأننا
متى أطعنا كلمة الله التي بشرنا بها والتي شهد لها الرسل في حياتهم، نقوم مع المسيح ونغلب مع المسيح، ونكون منذ الآن في تذوق سر الحياة الآتية، نكون منذ الآن في سر الغلبة على الخطيئة، نكون منذ الآن في سر الحب الإلهي الذي يجمعنا ويجعلنا واحدا فيما بيننا، في وحدتنا بالمسيح الذي يجمعنا، واحدا في شهادتنا، واحدا في رسالتنا، واحدا في عملنا، لكي ما يكون الله الكل في الكل ويتمجد من خلالنا اسمه القدوس، حتى يتم فينا القول ليرى الناس أعمالكم ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. في ختام الصلاة عايد صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر أبناء الكرسي الأنطاكي قائلاً: في هذا اليوم المبارك نصلي من أجل سلام العالم ومن أجل سوريا ولبنان وسائر المنطقة، ونصلي من أجل عودة المخطوفين ومنهم أخوانا مطرنا حلب يوحنا وبولس، كما نذكر في هذا اليوم ونخص بالبركة أبناءنا في مدينة أنطاكيا وفي كل لواء الإسكندرون والمتواجدين أيضا في سوريا ولبنان والعراق والخليج وسائر المشرق، وإلى أبنائنا في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا وفي كل العالم. بعد الصلاة انتقل غبطته والسادة المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة إلى صالون الدار البطريركية والتمس الشعب المؤمن بركته الأبوية.